السلام عليكم ورحمة الله. اليوم جبتكم أجواء رمضانية بحريرة مغربية محض. كنتمنى تنال إرضاكم على طريقتي. نبدأ معكم في المقادير وطريقة التحضير. بسم الله. بالنسبة للحريرة اللي كنعمل أنا على طريقتي، وطبعا المغاربة كلهم كيتقنوها وكيعرفوا يعملوها، هنا غنحتاج قبطة من الكرافس اللي من بعد ما غسلتهم مزيان وعملتهم ينشفوا شوية من الماء، قبيطة من الكرافس، نص قبطة من القزبر أو القزبرة لأن القزبر كيكون مجهد كنعملو غير شوية منه، النكهة ديالو قوية، وقبيطة من البقدونس أو المعدنوس من بعد ما نقيتو مزيان وغسلتهم ونشفتهم، يعني قبيطة من المعدنوس وقبيطة من الكرافس ونص قبطة من القزبر. يعني القزبرة كيكون طعمها قوي ولهذا ما كنكثرش منها. احتاج تقريبا واحد الطاسة ولا زلافة الحمص من بعد ما فزكتو في الماء وقشرته. احتاجت هنايا جوج العويدات القرفة صغارين، قرفة عود، جوج معالق من زيت الزيتون فقط، ما كنعملش الزيت بزاف في الحريرة، واحد الحبة البصل، تقريبا واحد كيلو مطيشة ملي كتكون حمرة مزيان كنطيبة نص طياب وكنطحنها مزيان وكنصفيها، أو لا عملو الطوماطي تروتورادو. غنحتاج هنايا كمية من اللحم مقطعة طريفات صغار وهذا كيبقى اختياري طبعا، وغنحتاج ملعقة كبيرة من المركز الطماطم. وبالنسبة للتوابل غنحتاج ملعقة صغيرة عمرة من الكركم البلدي أو الخرقم البلدي، ملعقة صغيرة يعني ماشي عمرة بزاف من الفلفل الأسود، ملعقة صغيرة من الزنجبيل بودرة، ملعقة صغيرة من الملح، وملعقة صغيرة من السمن أو السمن البلدي اللي عندي معدل في الدار، جوج معالق كبارين من الشعرية رقيقة، أنا كنستعمل هاد الرقيقة ما كتعجبنيش الشعرية غليطة في الحريرة، هذه كما كتشوفوا. وغنحتاج جوج معالق كبارين من الدقيق باش ندور بها الحريرة. وطبعا هاد المكونات انا ما استعملتهمش ولكن كيبقى الاختيار لكم، العدس وكنور. انا كنور ما استعملتوش بان بما في كاين اللحم ماشي ضروري نعملو كنور، يعني اللحم كتعطي نكهه رائعه في الحريره، والعدس ما كيعجبنيش انا شخصيا في الحريره ولكن لكم الاختيار. والعدس حنايا بزاف الاخوات ولا بيوت المغربيه كيستعملوا العدس في الحريره. هادو هما المكونات. اول مرحله غنقوم بها خلاط كهربائي عندي في الربيع اللي قلتكم، يعني القزبر والبقدونس والمعدنوس غنعملو هنايا، غنكب عليه واحد معلقه واحد الكاس من الماء مع حبه البصل وديك حبه الطماطم اللي كنت وريت لكم، وغنقوم بالطحن ديالها. يعني هذه الطريقه سهله وسريعه جدا في عمل الحريره والنتيجه كتكون رائعه جدا. يعني زمان حنايا جدودنا وامهاتنا كانوا كيعرقوا كيقصوا الربيع على حقه طريقه وكيقوم كيعرقوا واعد كيعملوها، ولكن هذه الطريقه صدقوني كتجي كتعطينا نفس النتيجه. المهم انا غنعمل القياس ديال الطنجره بالضغط 6 لتر، غنضيف هنايا الربيع اللي طحنت والبصله ومطيشه اللي طحنت، غنضيف عليها مطيشه مطحونه او بامكانكم تستعملوا طوماطي تريتورادو الناس اللي هنا عايشين في اسبانيا. غنعمل حمص كما قلت لكم بعد ما فزكتو. طبعا بالنسبه للاخوات المغربيات اللي كيتفرجوا فيا، الحريره غنيه عن التعريف، ولكن انا كيتابعوني بزاف الاخوات من دول اخرى عليها كيعجبني نعطي الطريقه موضحه. عملت هنايا اللحم السمن الملح، ثم غنضيف الزنجبيل، ومن بعد غنضيف هنايا الفلفل الاسود والخرقوم او الكركمة. كنتمنى الاخوات اللي في الدول العربيه يكونوا كيعرفوا اللهجه ديالي. هنا غنضيف العود القرفه ومركز الطماطم وجوج معالق صغار من زيت الزيتون لان اللحم كطلق لي دم ديالها، ماشي ضروري نعملو زيت بزاف في الحريره. هادو هما المكونات اللي استعملت. ودابا غنعمل الحريره ديالي فوق النار، وربما دابا كتبان لكم خضراء لان الربيع اللي باقي طري وباقا مطحونه، ولكن ملي كطيب كيرجع اللون ديالها احمر وكتجي بنينه بزاف. غنضيف الماء هنا تقريبا نص تقريبا ثلث طنجره الضغط، وغنستمر بالتحريك ديالها باش كتندمج لي العناصر كامله. وكما قلت لكم كتبان لكم خضراء ولكن ملي كطيب عاد تبان حمراء. ودابا غنغطي الطنجره ديالي وغنخليها حتى كطيب تقريبا من نص ساعه حتى ساعه الا ربع، يعني الحمص ما كيطاولش بزاف واللحم. من بعد ما طابت لي المكونات ديالي هانتوما كتشوفوا،
ربما هنا عندي الأشعة الضوء كتظهركم حيرة مايلة شوية صفورية، ولكن هي طلعت حمراء جدا لأن فيها الطماطم وفيها مركز الطماطم. تما كتشوفوا طاب الحمص طابت اللحم. دابا ما عليا غير نغلي الماء وغندف عليها ماء مغلي، يعني ماء ساخن جدا كيكون عندنا مغلي مسبقا، وغنعمر الطنجرة بهذا الشكل هذا، وغنقوم بالتحريك ديالها واحد تحريكة خفيفة. انا قلت لكم حيتاش انا شعلت الضو فوق الطنجره وكيظهر كيبان اللون اصفر، ولكن كنعيد نقول لكم الحريره هي اللون ديالها احمر. جوج المعالق هنايا من الدقيق اللي ذكرته سبق، قلت غنضيف عليهم شويه ديال الماء بارد باش نقوم بتدوير الحريره. حنا كنقولوا بالمغربيه كندورو الحريره. غنقوم بالتحريك ديالها بهذا الشكل هذا. كاين بزاف الاخوات من هنا في اسبانيا كيطلبوا مني نبقى نعمل فيديوهات باللغه الاسبانيه، ولكن صعب صعب عليا جدا نبقى نتكلم اسباني وعربي في نفس الوقت. المهم غنعمل هنايا هذه الدقيق وغنقوم بالتحريك ديالو بهذا الشكل هذا. وبالنسبه للدقيق كيبقى اختياري انا، ما كتعجبنيش الحيره ثقيله بزاف يعني ما كتثقلش على المعده. بغيتو نتوما تعملوا 3 المعالق في طنجره 6 لتر، بغيتو تعملوا جوج كيبقى الاختيار ليكم، اولا تقدروا تدوروا الحيره بمايزينا. انا ما كتعجبنيش الحيره بزاف ثقيله، يعني هي ملي كتبقى طيبها نتوما كتشوفوا داك الدقيق يتبخر، ضروري نخليوها واحد 15 حتى 20 دقيقه وحنا كنحركوا فيها باش داك الطحين ولا الدقيق كامل كيطيب ما كيبقاش يخضر في الحريره. ها نتوما كتشوفوا القوام، وغنستمر بهذه العمليه وحتى كتبقى تغلي. كل ما هي كتغلي كل ما هي كتزيد تقل، ها نتوما كتشوفوا كتغلي وكتقل بالطحين. دابا غنضيف الشعريه اولا الفداوش، غنستعمل جوج المعالق، بغيتو نتوما تستعملوا اكثر كيبقى الاختيار ليكم. كاين اللي كتعجبو الحريره ثقيله بزاف، انا الصراحه ما كتعجبنيش الحريره ثقيله، كتعجبني متوسطه ما خفيفه ما ثقيله، ولكن بالنسبه للاقامه فيها الاقامه وفيها نكهه رائعه جدا. ها نتوما كتشوفوا من بعد ما خليتها غلات 5 دقائق لان الشعريه كطيب بسرعه، 5 دقائق وصافي كخصك تطفي عليها ما تخليوهاش باش ما كتعجنش. ها نتوما كتشوفوا القوام ديال الحريره اللي وجدت. دابا غنضيف طبعا اخر لمسات وهي واحد الحبه البيض من بعد ما كنطربها، وكمان هذه كتبقى اختياريه، كاين الناس ما كيعجبهمش بالبيضات ولكن حنا ضروري كنعملوها بالبيضات. هو هذا القوام نهائي الحريره، وكنتمنى تنال اعجابكم. حريره يعني سريعه وفي نفس الوقت كتعطينا نفس النكهات التقليديه ونصف الطعم، وكتجي لذيذه بزاف وبالاخص ملي كيكونوا فيها الربيع ديال المغرب والكرافس ديال المغرب. ها نتوما غتشوفوا دابا من بعد ملي غنطفي الاشعه طفيت الضو، هيا بانت الحريره هنايا حمراء، شفتوا ملي طفيت الضو الحريره بانت حمراء. عندكم يقول لك عقلكم حريره صفراء، حريره كتجي حميمره بمطيشه وبالصلصه. كنتمنى هاد الوجبه اليوم تنال اعجابكم، واللي باقي ما اشتركش في القناه كنتمنى يشترك، ودائما كنتمنى لكم فرجه ممتعه في فيديوهاتي وفي قناتي، وكنتمنى تخليوا لي تعليقاتكم واي حاجه بغيتوها مرحبا والف مرحبا. دمتم اوفياء، الى اللقاء مع وصفات ثانيه ان شاء الله، مع السلامه.